بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس علي ناصر، ونكمل مع بعض سلسلة تعليم سوليد ووركس خطوة بخطوة، ودي الخطوة رقم 21، وهنعرف فيها موضوع جديد اسمه ريب أو العصب. دلوقتي لو انت معاك جسم زي دوت وعايز تعمله عصب، ازاي تعمله بخطوة واحدة خلال السوليد ووركس؟ هنبدأ نفتح البرنامج. في البداية كده لازم نربط بين ان العصب دوت او امر الرب ممكن احصل بيه عن طريق الاكسترود. برضو هنشوف الكلام ده ازاي. دلوقتي لو انا عايز ارسم حاجة في النص كده عبارة عن مثلث، ممكن اخد بلين او استفيد من البلينز الموجودة عندي في الشكل، بلين افتراضية واقف هنا عمودي، تمام، واخد سكتش، كليك، اختار سكتش، هرسم لاينز بالمنظر ده كونسنت مع الشكل طبعا، وادوس اوكي واخرج سكيب او كليك يمين سلكت. هي دلوقتي انا رسمت حاجة كده عبارة عن مثلث، ممكن اعمله اكسترود 100 بلين وادوس اوكي. كده يبقى انا عملت العصب ده من خلال امر ايه؟ من خلال امر اكسترود. وكان ممكن برضو اجي ارسم هنا، لو عايز ارسم من البداية من هنا واعمل له اوفست كان ممكن برضو ارسم من هنا، مفيش مشاكل. تعالى نعملها. لو خدت سكتش هنا، خدت لاينز، حاجة بالمنظر ده. لو انا عاوز اقف عمودي على السكتش بدوس مسطرة، مسطرة من الكيبورد، وبختار رقم بختار رمز العمودية، تمام، اخرج من السكتش، هعمل اكسترود بلايند خليها 10. انا مش عايزه يبدأ من هنا، عايزه يبدأ بأوفست معين. اقوله فروم اوفست، احط القيمة اللي انا عايز اعمل لها اوفست، خليها الناحية التانية، حاجة بالمنظر ده، وادوس اوكي. تمام كده بقى انا عملت ايه؟ عملت امر ريب من خلال الاكسترود. طب تعالى بقى نتكلم بقى على ريب. نستخدم ريب الاسهل طبعا من الاكسترود. نمسح كل ده، دلوقتي لو انا جيت في النص مستوى ده، نص الشكل، وخدت وقفت عمودي ورسمت سكتش وخدت لاين، حاجة بالمنظر ده، تمام، وخرجت من السكتش، رحت اخترت امر ريب. امر ريب بيظهر كده بالمنظر دوت، خلي الاتجاه يخبط في اي لحمية كده، هيخبط في الهواء، مش هيعمل لك اي حاجة. فانا بغير الدايركشن من السهم دوت كده، الخط ده عمل له سماكة بالقيمة اللي انا عايزها. بص، هيعمل له سماكة 10، وزعها على الناحيتين. لو انا عايزها في ناحية واحدة اختار الناحية دي، الناحية التانية خليها الناحية التانية، تمام، خليها متوزعة على الناحيتين، وده الاتجاه، وادوس اوكي. عمل لي ايه؟ العصب بمنتهى السهولة كده. يبقى امر الرب بيساعدني وبيسهل عليا كتير طبعا. وفي فرق بين رب اللي انا اعمل حاجه زي دي بامر رب وامر اكسترود. ان انا لما اجي ارسم بقى في ال 2D، في ال 2D drawing او درافتنج drawing، العصب مش هيتهشر، تمام، لكن لو انا عامله اكسترود هتلاقيه اتهشر، تمام. هنتكلم عن الموضوع ده قدام في الدرافت drawing لما نخش له. هناخد مثال كمان حاجة زي كده. دلوقتي انا رسمت لاين هنا بالمنظر ده، وعاوز اعمل زي طبقة تخبط في الاسطوانة ده من خلال اللاين ده. كان ممكن اعملها باكسترود، وطبعا الاسهل ان انا اروح اعملها بريب. مجرد لو اختار السكتش، تمام،
مجرد ما اختار ريب كده انا هعمل اللاين ده تخانة فوق وتحت، هيتوزع 5 فوق وخمسة تحت، هيتخانة 10 في الناحيتين، تمام، وهيخبط في الاسطوانة في الاتجاه ده. دوس اوكي. بص عملت طبقة ازاي. طيب تعالى نعمل ايديت، لو انا عايزه الاتجاه الناحية التانية غير السهم وادوس اوكي. عملته الناحية التانية. طيب ممكن اغير الاتجاهات اخليها عمودية او موازية. تعالى نعمل ايديت الموضوع ده وندوس على السهم ده، كده اتجاه موازي للسكتش. طب اتجاه كده عمودي، لما اجي ازود خليه بقى في اتجاه واحد، ممكن اخليه لتحت. غيرت الاتجاه من هنا، عندي اتجاه عمودي واتجاه موازي. كده انا هعمل ايه؟ هعمل الخط ده عبارة عن امتداد 70 وهيخبط في الاتجاه ده. تعال ندوس اوكي. عمل المنظر دوت، هو ده اللي انا كنت عايز احصل عليه. كان ممكن اعمله باكسترود او ممكن اعمله بريب اسرع واسهل. هناخد مثال على تطبيقات الريب وازاي استفيد بامر الريب في عمل بعض الفيتشرز اللي ممكن تاخد مني وقت لو انا عملتها بالاكسترود العادي. تمام، لو جينا هنا مثلا على السطح ده، وقفنا عمودي وخدنا سكتش ورسمنا دايرة مثلا، هنرسمها في النص الشكل كده، تمام، واديناها بعد وليكن 1 بوصة، تمام، خدنا لاين من هنا لغاية هنا مثلا، تمام، ندي من بعد من هنا عشان نخلي الجزء ده فولي ديفاين، طيب، وناخد لاين من هنا برضو و لاين خليه من الكورنر ده مثلا لغاية الدايرة، تمام، وناخد لاين كمان من هنا لغاية هنا، تمام. كده الرسمة لسه مش fully defined، ممكن اعمل كليك يمين واقول fully defined sketch و calculate و اوكي عشان يخليها لي fully defined على طول، انا مش محتاج dimension. دلوقتي احنا عملنا ايه؟ عملنا contour بالمنظر ده. الكونتور ده من خلال امر rib هعمل له سماكة واخليه يلحم في اي سطح قدامه. ازاي الكلام ده؟ يعني لو دخلنا على ريب دلوقتي كده، انا اديت هنا السماكة 1/10، وهيعمل ريب في كل الاسطح اللي هتقابل الاشعة ديت او الكونتور ده. لو دوسنا اوكي بص الشكل اللي هيحصل عليه، فيتشر زي دوت ناتج من الكونتور اللي انا عامله ده. طبعا دوت لو انا عملته بالاكسترود العادي هياخد وقت كتير وممكن ما اقدرش اوصل للميرج اللي حصل بالمنظر ده، هضطر بقى يعني اعمل اطرح من الاسطح واقعد اظبط السطح عشان اقدر اجيب التجانس الجيد اللي احنا شايفينه ده. تمام، دي بعض الاستفادات اللي انا بستغلها في موضوع ايه الريب. مجرد ان احنا رسمنا الكونتور ده قدرنا نديله تخانة ويلحم في كل الاسطح اللي هتقابله. تمام، طيب نشوف مثال تاني. دخلنا على ويندو كده، في المثال دوت او البارت ده عايزين نجمع ما بين الشيل والريب ونشوف الاستفادة بتاعتهم ممكن نستفيد بيهم ازاي. يعني احنا رسمنا جزء زي ده، تمام، وعملنا هنا اكسترود
عادي مش اي حاجه. انا عايز عايز افرغ الجزء ده كده، اعمل له تفريغ داخلي، وفي نفس الوقت اعمل جدار حوالين كل قطعيه من دول كأني غلفتها بتخانه معينه. تمام. طيب لو جينا هنا على شيل وادينا التخانة بتاعت الجسم ده الداخلية كلها هتبقى 1 مليمتر، ولو اخترت السطح ده كده السطح ده هيتفرغ ويعمل لي تخانة 1 مليمتر. طيب الاكسترود دوت هيعمل حواليه تخانة 1 مليمتر. تمام. امر شيل هو يعني اشبه بالبيضة، قشرة البيضة بيبقى ليها تخانة والجزء الداخلي بيبقى ايه متفرغ. لو دوسنا صح حصل ايه؟ حصل تفريغ للجسم كله بتخانة 1 ملي. تمام. هنا ده ليه الجزء ده ظهر بالمنظر ده؟ لان ده كان فيه اكسترود. تمام. فهو عمل حواليه تخانة 1 ملي. طبعا لو انا شلت الاسطح دي كده ممكن افرغ، يعني لو مش عايز السطح ده ممكن اعمل شيل بس ايه اشيل السطح ده. تمام. هو مش هينفع دلوقتي ان انا اشيل السطح ده يعني لازم اخد شيل جديدة وامسح السطح ده. طيب تعال نشوف بقى استفادة تانية من موضوع الاكسترود، او اسف الموضوع الريب. لو جينا هنا وقفنا على السطح ده كده عمودي وخدنا سكتش ورسمنا لاين بالمنظر ده. تمام. مش لازم يبقى خارج الجسم، يعني ممكن يبقى لغاية هنا مثلا اهو اللاين ده. اللاين دوت انا هديله تخانة واخليه يقابل كل الاوجه اللي ممكن يقابلها. ده عن طريق ايه؟ عن طريق ريب. لو دخلت كده على ريب كده انا اديته التخانة. بصينا كده في ريفيو الاتجاه كده مش اللي احنا عايزينه. بص عملت خانة ازاي مش مظبوط، انا عايزه يبقى من الناحية التانية. خليها 5 ملي او 2 ملي كده. تمام بالظبط كده. تمام. عمل اكسترود وقابل ايه كل الاوجه اللي ممكن يقابلها. طبعا لو انا عملت الكلام ده باكسترود يبقى محتاج اعمل الكونتور ده واضمن ان مفيش زيرو سيكنس، يعني لازم يبقى فيه هنا ميرج ما بين الجزء البادي ده او البادي ده عشان يبقوا بادي واحد او جسم واحد. تمام. وبكده يبقى الدرس بتاعنا انتهى، ونتقابل بإذن الله في دروس اخرى.